الآن في نحن مخططات نشأة الفتنة والفوضى، وعلينا أن ندرك بوضوح عظم وأهمية دور الحيوي في نشر الوعي وفي نشر الفهم لدى الشعوب بربط ما يجري على الساحة العالمية من أحداث سياسية واقتصادية وعسكرية بما يؤثر على الأوضاع في بلدانهم بشكل عام. ومن ثم فعلينا أن نتفهم التوازنات التي تراعيها الدول وابتهالاته للمحافظة على الأمن والاستقرار، وأن ندعم القيادات الوطنية التي تعي معنى الوطن وتدرك معنى الدولة، وإننا لا نقولها لله سبحانه وتعالى دون مبررة أو خجل ولا نشأ في الله لومة لائم. نقول إن الحفاظ على الدولة الوطنية هو واجب شرعي، وإن استقرار بلادنا وحماية الأمن القومي لأوطاننا يحتاج إلى قيادات وطنية عالمة خبيرة تعرف مقومات الدولة الحقيقية وتدير الأمور بالعلم الدقيق والخبرة العميقة لا بالخطط الحماسية ولا بالشعارات العاطفية. أما الرسالة الثالثة فأوجهها إلى شعب فلسطين الصامت الحر النبي في هذه الظروف الدامية العصيبة التي تنمي القلوب وتفتت الأحباب. نقول لشعبنا الفلسطيني، نقول لهم إن قضية الأقصى وفلسطين كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين، هي قضيتهم الأولى بل والأهم، فلا تزاحمها أي قضية أخرى ولا يؤثر عليها كتال الأحداث ولا تموت بالتقادم. وهي ليست قضية العرب والمسلمين وحدهم، بل هي قضية كل إنسان شريف يعرف معنى الإنسانية ويقدر معنى الحرية بغض النظر عن عرقه أو دينه أو جنانه. وإننا نعاهد الله تعالى ونعاهدكم على أن نبقى بكل ما أتم الله سبحانه وتعالى بقوة، نبقى على الوعد والعهد بالنصرة والتأييد لكل شعب فلسطيني، ندعم صمودكم من أجل استرداد كامل حقوقكم. ومن هذه المنصة الكريمة نعلن تأييدنا الكامل لموقف الدولة المصرية وقائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعلن بحسم أعلن رفض مصر لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه. ونريد المجتمع الدولي أن يتضامن معنا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأماكن المنكوبة والمتضررة من جراء العدوان الغاشم. ومما لا شك فيه أنكم جميعا كعلماء أفاضل تشاركونني الرأي في أن ما يحدث من عدوان على الشعب الفلسطيني الحر أمر يتعارض مع جميع الأديان ويتعارض مع الضمير الإنساني ويتعارض في الوقت نفسه مع القانون الدولي، بل ويتعارض مع كل الأعراف والتقاليد الإنسانية، لأن ما يحدث بوضوح هو تطهير عرقي ممنهج وقضاء نهائي مبرم على الحق الفلسطيني وإمادة تامة للقضية الأم وهي قضية الأقصى المبارك. في نهاية كلمتي وفي هذه الظروف الصعبة أكرر تحييدي بكم أيها الضيوف الكرام وشكري لكم جميعا، راجيا لكم التوفيق والسداد في تحقيق هذه الغاية العظيمة التي جمعنا من أجلها. وإنني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن تبشر أخلاقكم تحديا ومناقشتكم الجادة أن عقيدتكم بورش العمل المختلفة عن رؤية جديدة تحمل نورا ساطعا وأملا فسيحا لحاضر هذه الأمة ولمستقبلها. فإنه الإسلام
لا زالت بخير كما قال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فهي توجه قلوبها وانظارها دائما في النعم والشدائد الى اهل العلم والفلسفه. والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى من وراء القصد، ونسال التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي عمان، مفتي الديانة المصرية ورئيس أمانة عامة لنور وهداية كتاب العالم، رئيس المصادر. والآن أدعو معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف جمهورية مصر العربية، نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، يتفضل بإلقاء الكلام. في محاولة لإنهاء قضيته وتصفيتها.